FM. الكلمة ليك. وليد الخضراوي ممثل ومنتج مسرحي من القصرين، مرحبا، أهلا وسهلا بك وليد. أهلا وسهلا وتحية لكل مستمعي راديو الكباسة. شكرا لك وليد. نحكي على المسرح في المهرجانات الصيفية، من المسؤول عن غياب العروض المسرحية الهادفة أو الجادة في المهرجانات الصيفية؟ مش تحكي هنا على مهرجان اليوم الدولي القصري. بالنسبة للمهرجان هذا، رغم أنه اللي شاد هو أستاذ مسرح، لأنه عنده أكثر من 30 سنة معتها ما خدمش في الساحة، ما عملش مسرح، ما أنتجش، ما مثلش، فقط بيقري. هو خريج معهد من العراق، كان سبب رغم انه ولد مسرح، ولكن لاحظنا انه غياب المسرح، غياب العروض المسرحية على غرار معناتها كي نحكي على المسرح، عرض كريم الغربي ومنشا، ولا عرض لمين نهدي، هذوما في صنف اخر. واحنا نعرف بالنسبة نحكي على العروض المسرحية اللي نعرفوها، هات نصطلحوا عليها العروض المسرحية الجادة، صحيح، هات ولأنه المصطلح ما يسالش أنا نختاروه، نقولوا هذيك المسرحيات الجادة، الأخرى المسرحيات الكوميدية أو اللي تصنف في الون مان شو، المسرحيات الكوميدية الجماعية. هات نحكي عن المسرحيات الجادة، نقولوا مسرحيات جماعية ومسرحيات فردية. احنا يا سيدي في المهرجان اليوم، الحقيقة العرض الوحيد اللي فيه عمل مسرحي تاج البندقية كان في ختام المهرجان. الهيئة المهرجان أبارامو، وهذا مشكل في القصرين في أغلب الجهات، ولاحظناه ما فماش اهتمام بالمسرح، ما فماش قداسة العمل المسرحي. هيئة تجي لا توصل لا وحدة صوتية ولا وحدة ضوئية ولا حتى تعمل دعاية للعروض. هذه مهزلة كبيرة شفناها سنة في القصرين، مهزلة حقيقة، وأنا ما سكتش وفضحت الممارسات هذه على مدة 3 سنين، لأن هيئة لا ترتقي بأنها تكون هيئة تدافع على الثقافة في الجهة، أو هيئة تؤسس لمهرجان تستنى فيه العائلات والأطفال في القصرين من عام لعام. السبب أنا نربطه بحاجة بسيطة، هو غياب المختصين، أو غياب هيئة أو هيئات عندها دراية بالسعر الثقافي. لأنه مهرجانات الصيفية في تونس، ولاحظنا مش كيف القصرين، هو سنة راهي معرض كبيرة ياسر، سنة تسيبت معناتها بشكل فظيع جدا. وين المندوبيات وين السلطات المعنية انها تراقب شكون يشد المهرجان؟ يخليهم وقت اللي مهرجان يشدوا انسان ما عنده حتى علاقة بسعر الثقافي، يشدوا كونتابل، ولا الكونتابل ينجم يكون في امين مال، ينجم يكون في تاش، اما المسؤول على الادارة الفنية واختيار العروض والبرمجة واستقبال الفنانين لازم يكونوا ناس من ذوي الاختصاص، ناس مختصة. اخويا حسام منها سنة معناتها تونس معناتها مأسوف عليها حقيقة في المهرجانات، شفتها تعاسة ما رينيهاش قبل. ثم اللي يقول زاد وليد، ثم اللي يقول زاد راي المخالف، يقولوا المسرح ساعات يولي عبء على المهرجانات الصيفيه حتى كي تبرمج في اطار عروض مدعومه، لانهم التعلم نتاعهم زاد يقول لك راهو العروض المسرحيه ما تجيب الجمهور، والتونسي في الصيف ما يحبش المسرح، يحب الترهيد والجو والضحك والموسيقى، وهذا يظهر لي فيه جانب من الحقيقه زاد. ثم مره المنتجين السينمائيين حكوا على نفس الصيغة هذه، قال لك كون الأفلام السينمائية غير محبذة في المهرجان الصيفي، وكذلك بعض المخرجين يقولوا، بعض مدير المهرجانات يقول كون المسرح غير محبذ باعتبار أنه ما يجيب شبكة. يعني نقول سيدي لا، بالعكس، العكس، المسرح ديما عنده النفس المسرحي في المهرجانات، له رونق خاص، له دعم خاص، وله فرجة خاصة بعيدة كل بعد عن العروض الموسيقية وغيره. وليكن في هو مدير مهرجان يقيم فيه من وجهة نظره هو، ولكن رأوا المسرح وشفناه في أغلب مهرجانات، المسرح ديما عنده جمهور، والفرجة المسرحية ديما عندها تابع خاص. ما همش دارين كانوا حتى الموسيقى فيها تصور مسرحي، معناتها ديما فماك العلاقة بينهم تقبلوا ونلقوه، ولكن في المسرح نلقوه بشكل كبير. معناتها هو يقول كيما يحب، ولكن راه ما ينجمش يلغي العروض المسرحية، وما ينجمش ما يجيبش عروض مسرحية، لأني أون فان دو كونت هي عروض مدعومة. معناتها نحن هنا المهرجانات نتاعنا ماهيش مهرجانات تجارية، خلينا نكونوا واضحين، معناتها هي مهرجانات ثقافية سياحية.
معناتها حتى العرض هو راهو اتجاه ياخذوا مدعوم مو هكا ولا سي حسام؟ صحيح ياخذوا مدعوم بكلي ونشروا في اغلبها مدعومه، في اغلبها مدعومه معناها اذا مش 99% معناها في اغلبها والاكثريه مدعومه على بال عروض لو ما نشروها وكيشروها هما. اما نكونوا واضحين ثم معناتها مدير يقول انه ان العروض المسرحيه ما تتمشاش والعروض السينمائيه نقولوا له صديقي المدير راك غلط في حساباتك راك غلط لانه اولا من حتى من باب التنويع العروض يكون عرض مسرحي او عرض سينمائي مهم جدا وانت هنا باش تخاطب فئه كبيره وباش تخاطب مختلف الشرائح وين المشكل كي يكون فما عرض مسرحي ولا زوز في المهرجان وكان وكأن وليد نقصيو معناتها الناس اللي تحب المسرح معناتها المسرح الجيد اللي حكينا عليه معناتها خاطر لهنا برشا مديرين يقول لك لا هذاك مش الذوق ومش باش يدخل لي فلوس لكن راهو موجود معناتها العباد فما تحب المسرح الجيد صحيح موجود هذا اولا كمدير مهرجان ما يزموش يتماشى مع يمشي مع اللي يحبه هو ثم جمهور يحب المسرح وجمهور يحب الموسيقى وجمهور يحب الشعر وجمهور يحب السينما وانت كمدير مهرجان لازمك توفق بين هالاختيارات هذه الكل ومن بين جمهورك معناتها طبيعي جدا نتصور معناتها ماهوش مهرجاني هذا ولا مهرجان العائله هذا مهرجان المدينه اللي هو فيها سواء القصرين ولا سوسة ولا نابل ولا هذا مهرجان المدينة ولما لا يكون فما هكا استبيان على العروض اللي اسمع نحن رأوا حقيقة فما استراتيجية قاعدة تصير توا بعيدة شوية مش معتها مش نقيمها ولكن المهرجان ولا يتعمل قبل بشهر هذاك موضوع اخر للنقاش وليد اكيد موضوع اخر هذاك مشكله اخرى قاعدين عايشينها في تونس معناها برمجه المهرجانات في الدقيقه 90 هذا يتلقاه في افريل وماي ومازال ما نعرفوش لجنه المهرجان ولا مدير المهرجان شكونه وك البرمجه المتسرعه في اخر وقت موضوع اخر تنرجعوا له نهار اخر نحكيوا فيه شكرا ليك وليد الخضراوي كنت معنا من القصرين حكيت لنا على معضله المسرح في القصرين في مهرجان كبير برشا الكلمة ليك